أمسية الخميس الليلة يوم 11 مشكلة ولا كم الخميس، ونحن جينا هنا في حديقة بتمشي فوق الناس ويلعبوا الأطفال زي ما شايفين بيلعبوا بالكور هناك، وحديقة كبيرة جدا دي في الرص هناك في ألعاب بتاعة الأطفال لو شايفين، وهنا في محل ظن المناسبات وكده، حتة جميلة جدا يعني الناس بيتحركوا فوق. يوم الخميس ده كل معظم الأسر بتطلع تجي الحدائق العامة دي، ودي حديقة جميلة جدا وكبيرة وفيها الناس اهو بتمشوا. أشرف نزلنا هنا قاعد يتمشى في الحديقة دي، هناك زي ما شايفين فيها أطفال حتة دي فيه. هناك الأطفال بيلعبوا المراديح وكده، حتة مليانة بالناس، حتة ظريفة جدا. وزي ما شايفين هناك كل حاجة شغالة، الناس مرتاحة، الشفاعة مبسوطين بيلعبوا، حديقة كبيرة جدا. ده بتاع الألعاب، هنا بتاع ألعاب للأطفال منورة. هنا الأسر قاعدة تاكل، هناك حديقة برضه للأطفال، وما شاء الله حاجة جميلة جدا جدا. دي في الرص، حدائق الرص للعائلات.